هذا المقام العظيم أول درجة ترتقيها هي درجة الهوى. إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. هذه المحطات تؤثر في وجدانه وفي كيانه وفي تكوينه، فينظر إليها بأكثر من زاوية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، راحته عنا فأوله سقم وآخره قتل.